صراحة. بونسوار واهلا وسهلا فيك بصراحه. ميرسي. شوي صغيره عن الايفنت اللي عم نشهده اليوم وخاصه انه محضر تو ايفنتس. انت احلى ايفنت شريف. تفضل تفضل. وين طار راسه؟ طار؟ اوكي. اليوم نحن اكيد عاملين هالجمعه الحلوه تنخبر ونحكي ونحتفل مع بعض كلنا سوا بحضوركم بحضور الاعلاميين الفنانين اصحابنا تنحكي عن سيزن 7 ستارز اون بورد اللي هو عم ينعرض على الام بي سي حاليا. وكمان نعلن عن ستارز ان باهاماس اللي هو جون 14-15-16 مع النجوم الكبار اللي نحن مع حفظ الألقاب يعني راغب علامه، نجوى كرم، ملحم زين، مايا دياب، نور الزين، هول بتذكرهم. مين كمان؟ نصيف زيتون عفاك. ايه وكمان في ستارز اون بورد ببرشلونه رايحين زعبوا من هون احسن ما ارتو بوكس. عاملين كمان ستارز اون بورد الكروز اوغست 21 بننطلق من برشلونه بنروح على كان سردينيا وان دي ات سي بنرجع على بالما دي مايوركا بنرجع على برشلونه. بنلاحظ دائما في شيء مميز بستارز اون بورد دائما فيه تضوي على جانب انساني. هذا الشيء حضرتك محضر له ولا ثابت من اول سيزون؟ لا ما هذا مش انه ثابت، نحن محضرين انه نحن نعمل شيء انساني. وستارز اون بورد ما عاد بس مشروع تجاري، ستارز اون بورد صار جزء منه مشروع انساني واللي هن نحن صرنا سنتين اخترنا سان جود اللي هو للكانسر للاولاد للاطفال بغض النظر عن شو دينه وشو جنسيته. سو هذا شيء كتير منيح. بنلاحظ في علاقه قويه بتجمعك بالنجم كاظم الساهر، خبرنا شوي. كلهم احبابي واصحابي وكلهم لا صدقني كلهم بالعكس. انا اشتغلت مع حبيبي بوجه له تحيه ابو وديع جورج وصوف، اول واحد يمكن اشتغلت معه له، ومع كمان راغب ومع نجوى ومع الكل كلهم احبابي، وكاظم كمان ما بفرق حدا عن تاني صدقني. ولذلك انا لما بدعيهم ما بيلبوني يعني ما بيقولوا لي لا. احتمال شي مره ينتقل فكره الستارز اون بورد ليصير بمنطقه عربيه بقلب لبنان، وبنشوفك دائما. شفت هذيك المره منزل صوره على انستا بمنطقه بلبنان بشناي، بعتقد احتمال نشوفها هاي الفكره ان شاء الله، بس بحابب اشوفها بلبنان يعني على هالصعيد يعملوا لنا هيك عملوا لنا شيء ريزورت حلو مثل اتلانتس. اكيد بنعمل شيء، اكيد لبنان احلى البلدان من احلى البلدان. خبرينا عن مشاركتك الثاني اليوم بستارز اون بورد. ستارز اون بورد هي صارت عنوان ملتصق بالفنان لانه بيعطيها روح خاصه، بيجتمعوا كل الفنانين حول كل جنسيات العالم العربي المتواجدين بالكروز لحتى يشكلوا فرحه كبيره تضج بالبحر اكبر من اي حوت. شفنا اسم الله عليك كنت بشارع الحمراء وانجزتوا كليب بأقل من 24 ساعة ودخل جينيس بوك كونه كليب سريع واجتاح المليون مشاهد، شو رأيك بهذا الشيء ونحن معودين عليك؟ وأنا كمان حبيت هذه المشاركة والعفوية بحبوها الناس، وأنا حبيت تكون قريبة من الناس لأنه بعرف أنه هن بحبونا. حلو كتير. رح تتصور؟ أكيد. مع مين؟ مع وليد نصيف. نقيش شارع جديد بلبنان ولا لا؟ لا لا غير شيء. شو رأيك بعربس جات تالنت السنة؟ رائع وأهم فصل. شو عم نحضر إشياء جديدة؟ كتير إشياء بتعلن عن حالة كل شغلة بمطرحها. يعني خبرينا شيء صغير. بعدين بتشوف.
بها؟ خبرنا عن مشاركتك فيها. شو بها؟ مشاركة جميلة دايما، أنا صرت مشارك أكثر من مرة وسعيد. وعن أورنج ومصر مشروع كتير حلو، كتير حلو لكل الأطراف، للجمهور، لأورنج ولألي. طبعا حلوة، لون جديد وفكرة جديدة، والأصل الغنية جديدة كمان، فكرتها فيها هالمزج بين الأجنبي والعربي، أصلا أستاذ المدرسة بحد ذاته، نحن كلنا عم نتعلم منه. الله يديمه حبيبي. هاي شهادة من فنان كبير. حبيبي حبيبي أنت. سعيد أن يكون مع يوسف، سعيد يكون مع هنجوم الأحباب، جيل جديد مع القديم. سعيد أني حشوف جمهور مثل ما تعودت من سنتين قليل، لحتى نشوفهم ببلادنا، في ناس ما فيهم يجي لهون، ففرصة حلوة إنه ملتقي كلنا سوا كعائلة ومنغني، وحلو كتير الجو. عم نشوفك هلا عم بتحضر شي جديد وكليب، خبرنا شوي صغير عن هيدا. احنا ما في نزلت كليب بغار عليكي، هلا علمتني أعرف أحب، وعم تعيش نجاحات الحمد لله رب العالمين. حبيتها؟ حبيتها طيب الحمد لله. كنا عم نشوف عم تعطي رأيك بكليب نجوى شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، خبرنا شوي صغير عن هيدا. كتير حبيت، أول شيء افتكرت لما عم يحطوا هيك دعاية، افتكرت نزلت بالصدفة بالشارع، وهذا جمال الكليب اللي عن وليد نصيف، إنه عفوي، افتكرت ماشي بالشارع وعامل شيء إعلان أو شيء، طلع إنه لا أغنية، واللحن جميل جدا، لون نجوى القديم اللي بنحبه يعني. عم نحضر هلا شيء جديد؟ دائما في جديد إن شاء الله، دائما إن شاء الله. شيء هيك خطية ما فيني أحكي إلا ما أكون على السخن. هلا معزومي على الجالا دينر. مشاركة بعد ما في مشاركة، إن شاء الله بيصير في مستقبلا مشاركات، بس لهلا ما في مشاركة، وأصلا الوقت كمان عم بيكون شوي عم يشتغل مش لصالحنا بهالموضوع، مش لصالحي أنا شخصيا. إن شاء الله مع الوقت تزبط، إذا هالصيفية زبطت تكون زبطت، ما زبطت إلا ما تسائب شي سيزن تزبط فيها. وين عنا حفلات السنة؟ قد ما بدك في حفلات، خير الله خير الله، أكتر شي بلبنان، بالأردن، بمصر، سهرتين صوب يعني بيوروب كمان رح يكون في عنا حفلتين هلا ماضيين عليهم، ناهيك عن أكيد الأعراس. خبرنا عن أعمال جديدة عم تحضرها. نزلت لي آخر شي هلا أغنية اسمها كلاشينكوف، اسمها كبر الولد، بس مارق فيها كلمة كلاشينكوف. الغنية حلوة، فكرة مهضومة، أكيد رح يكون لها إمباكت حلو لموسم الصيف اللي جاي. احتمال تصورها شيء على طريقة الفيديو كليب؟ مصورة، نزلت اليوم الصبح، على اليوم الصبح نزل الكليب، وإن شاء الله قريبا بلش يشوفوا الناس كلهم كمان. والله يا خي هاي السنة هاي رابع سنة، الحمد لله أنا كتير مبسوط مع يوسف، اتمنى له كل خير، إن شاء الله يا رب هيك تكون كمان هالسفرة تكون خير علينا كلنا. بحب الشغل معه ليوسف و ستارز أون بورد، شو بدي لك أكثر من هيك. هذا الالبوم حنشوفه كمان على الطريقه الرقميه مثل ما نزلت طول اليوم؟ خلص ما بلشت فيها، ماش ما تغير. حبيت الاسلوب يعني تبع اطلاق الالبوم، هذا الاسلوب هلا المطرح بالعالم كله، ما عاد في شيء اسمه سي دي، سو نحن عم نشتغل ديجيتال هلا عبر البلاتفورمز اللي عندك، ديزر، سبوتيفاي، انغامي، اي تيونز، صار في كثير، يوتيوب، سو خلص متجهين هذا الاتجاه. نحن دايما بنشوفك مميز باختيار الكليبات، هل بلشت تختار الاغنيه اللي راح احتمال تصورها على طريقه الفيديو كليب؟ فعليا لسه ما كملت طرح الالبوم لاختار، بس على الاغاني اللي عندي اللي ما بينت للعالم، ايه راسم فكره يعني، بس مع مين بالعالم بدت لسه ما بين. يعني هلا عم نشوف كل الوقت اطلاق على طريقه الليركس الفيديو، كله ليركس فيديو كله هلا. وانت اخترت فكره ان تكون هيك بلاك اند وايت، عم نشوف المود العام كله تبع الفوتوشوت وتبع يعني هيدا المود تبع الالبوم رايحين هيك، لسه بعد بينزل صور، بينزل قصص مع كل غنيه باذن الله. امتى اخر غنيه رح تنزل بالالبوم؟ صراحه ما بعرف، بدي ببقى بخبر الناس كلها عبر الابلكيشن وعبر السوشيال ميديا تبعي. حفلاتك رح تكون بالصيف ان شاء الله يا رب، في كمان بلش بعلن عنا عبر السوشيال ميديا، ليك ماشي بخبرك، ما بدي انسى، بدي اعطيك كل شيء، بالعكس فيني اعطيك اللي بدك اياه، بس فعليا انه انا عم بصب كل اهتمام عبر السوشيال ميديا تبعي وعبر الابلكيشن تبعي، هلا تقريبا كل شيء بخصني عم بيصير حصريا هنيك. ذاتس واي مش انه ما بدي اعطيك، بالعكس، بس هلا فيني اقول لك هلا في غنيه ان شاء الله يا رب السبت الجاي مع بيت الكل،
راح تكون اسمها أزمة ثقة بإذن الله. إن شاء الله العالم بتحبها وبتستسيغها إن شاء الله يا رب. يعني برافو يوسف، بلش بمشروع ما وقفه ولا مرة، لأنه هالقد ناجح مكمل فيه، بيعرف دايما كيف يجمع الفنانين ومين يختار. خبرينا عم نحضري ألبوم جديد، خبرينا وين صار؟ صار المحل كتير حلو. وين؟ عم بستعمل منه سينجلز هلا. أمتى حتنزلي سينجل قريب؟ على عيد. شو هي؟ شو الهيت تبعيتها؟ ليك ثلاث أغاني رح يكون فيه، عم ننقي من بينات في برقص وفي رايق. شو رايك بالريتنج اللي عم بحققه وهيك منغني؟ يعني هيك منغني برنامج هالقد محبوب من الناس. راغب عم بعيط لي، بس بدي اقول شيء بصراحة، مش انا بحبكم. سابع مشاركة. مع ستارز اون بورد. يعني يوسف حرب كل سنة بيفاجئنا بشيء، وأنا مبسوط كتير إني معه وراح نضل معه إن شاء الله، لأنه يوسف على الصعيد الشخصي قريب كتير مني وأنا قريب كتير منه، وبكون سعيد لما نكون بالكروز عن جد. لما التقيت فيك بأمريكس دور خبرتني عم بتحضر شيء جديد، بس ما اعطيتني تفاصيل فيك. هلا خلص عيد الفطر إن شاء الله، خمس أغاني، ميني ألبوم. إن شاء الله حيتصور شيء منه؟ إيه على طريقة الكليب مع سعيد المروق، بس ما قررنا بعد شو الكليب. أول شيء هيدي أول مشاركة لي بستارز أون بورد، ورح تكون الله راد دويمة على طول، وإن شاء الله حيكون يعني أول مرة بشارك أنا، إن شاء الله رح نكون نبسط فيها، وإن شاء الله تكون يا رب مثل كل السنين اللي مرقوا حسب ما عم يخبروني. يعني السنة سنتك إن شاء الله يا رب، محبة العالم ومحبة الجمهور. سنة سنتك طلعت فيها بفوتو شوت، خبرنا شوية صغيرة، وهي أول مرة يمكن تطلع بالريكس فيديو بالعاب، مبدأ معودين عليك دايما بيكون في فكرة كليب. لا هو أنا رح صور كليب، بس الكليب حينزل الله راد بعيد الفطر. هلأ أنا نزلت الريكس فيديو بس كرمال اليوتيوب، وإن شاء الله قريبا من بعد عيد الفطر رح يكون الكليب من الله راد يكون مصور وخالص. إخراج مين؟ بعدني هلأ عم شوف، يعني في كذا ستوري عم تجيني. في المخرج احمد المنجد، في المخرج سعيد المروق، وان شاء الله في كمان فادي حداد. رح شوف انا هلا اي ستوري من هالثلاثه بتزبط ونمشي فيها ان الله راد. في عندك مهرجانات عم تحضرها للصيفيه؟ ايه عندي ان الله راد بلبنان، وعندي هلا بتونس وبالمغرب، بعدين كل الصيفين الله راد معصمه بلبنان. بونسوارين اول شيء لك، ولا بصراحه ستارز اون بورد صارت محطه سنويه عندي انا، يعني صار هيدي خمس مره لإلي، وكل سنه عم تكون نفس الحماس تبع السنه اللي قبلها، فقد ما انه فريد من نوعه هالمشروع بحسك على طول انه قد ما متجدد، وهيدا جمعت هالنجوم هالكم الهائل من النجوم، يعني يوسف حارب قدر يجمعنا كلنا، عم تكون سبيشل كتير، وكل سنة عم تحمس لها، ومبسوط كتير كمان هالسنة هيك اجتماعنا مع العالم، يعني مع عالم يمكن ما بيقدروا يحضرونا، ما فين يحضرونا إلا بالكروز، فمبسوطين كتير. شو السر تغيير اللوك؟ السر هتشوفوا هالجمعة بالكليب الله راد تبع حالة فوضى، صورتها مع المخرج المبدع سعيد المروق، وحينزل هيدا الأسبوع الله راد الكليب، هتشوفوا ليش قصة شعر. هذا تاني تعاون مع المخرج سعيد المروق، كيف توصف التاني تعاون؟ وشفنا انه كان في جو من البرد الكاسح كان بالكليب. مش طبيعي البرد، كان اكثر مرة ببرد بحياتي صراحة، كان بصوفر تصوير، صوفر نقطة كتير عالية، بس الحمد لله كان بجنن، كتر خير الله، والنتيجة الحلوة يعني نحن كتير مبسوطين فيها، ان شاء الله يا رب العالم كمان تنبسط فيها هالقد. وتجربة مع سعيد على طول رائعة، يعني هيدي الغنية بالذات كلاسيكية، ملعبه لسعيد المروق
عملنا قلبي على اليمين كانت جديدة عليه وعلي، حتى الغنية كانت جديدة على سعيد على طريقته، وعملنا قدرنا عملنا علمنا بالكليب كتير. إن شاء الله يا رب هيدي هيك عاطين كبين فيها إحساس، إحساس رائع. سعيد عاطي فيها إحساس رائع، يعني إحساسي مع إحساس سعيد عاملين هيك خلطة حلوة. إن شاء الله يا رب بتكون بيكون الفيدباك حلو كتير عليها. أعمالك المستقبلية؟ عندي أغاني كتير أنا عم خلص، وفي سنجلتين هلأ عم نقى بيناتهم للصيفية على عيد الفطر إن الله راد لنزل. حأرجع يعني هيدي بحالة فوضى كانت شوي بالكلاسيكي، بس حأرجع هيك على الكوميرشل هلأ جاي الصيفية. والحفلات وين راح تكون موجود أكتر شيء؟ حكون بلبنان وفي سوريا وبلاد الشام بالأردن. عندي كتير مهرجانات للصيفية هلأ عم ينحكى فيها، وإن شاء الله حتكون صيفية حلوة بإذن الله. أنا كتير مبسوط بهالمشاركة اليوم. بتعرف كل شيء هيك بيجمع الفنانين على الحب وعلى الفرح، شيء حلو. إن شاء الله نضل هيك مجموعين على طول. حمس للمشاركة إن شاء الله، إذا قدرنا السنة نكون إن شاء الله، ليش لا. أنا بسنين السابقة ما قدرنا نكون لأنه في شوية هيك فت الأوقات ببعضها والالتزامات وهيك. إن شاء الله إذا قلنا حظ السنة نكون. هاي كنا عم نشوف من فترة إطلاق كليب لحظة، وعم نشوف كل فترة شهر شهرين عم تنزل سينجل، هل عم تحضر شي ألبوم؟ مزبوط، هو كان مفروض يكون عم بطلق سينجلز، بس بتعرف صاروا الأغاني ورا بعض فمشينا بالألبوم، فهذا اللي عم بيصير. هلأ في أغنية كمان قريبة كتير، ومن بعدها كمان في أغنية، وصار خمس أغاني نزل من الألبوم الخامس، بضل فيه شي ثلاث أربع أغاني مفروض على الشتاء إن شاء الله. شو الريتم للغنية الجديدة رح؟ مفروض تكون شي صيفي، شي رائس إن شاء الله. وين رح تكون عم تشارك بحفلات؟ هلا الأسبوع الجاي بطير على أمريكا إن شاء الله، عندي تور، وعندي أردن بكرة بعد بكرة، وبرجع من أمريكا عندي تور أوروبا، برجع من أوروبا عندي تور أستراليا، برجع من أستراليا معنا نبلش مهرجانات لبنان طرابلس بعشرين إن شاء الله، وهيك حركة حلوة. محمد تلاقي الجارية العربية بالدول الاغتراب؟ أكيد، أنا مش أول مرة، يعني صاروا شي رابع مرة يمكن أمريكا، بتخيل أمريكا وأستراليا وهالبلدين أكيد بتشوق كتير، قد ما هني مشوقين قد ما أنا مشوق. عرفنا أنه في مهرجان بطرابلس، فيك تعطينا شوية صغيرة تفاصيل عنه؟ بعشرين جون إن شاء الله رح نكون بطرابلس بأول ليلة من المهرجان، ومثل العادي يعني هالمهرجانات الحلوة إن شاء الله تكون هيك مثل ما متوقعين. صور؟ سؤال شوي صغير بعيد، شفنا انه سنة الماضي كان في اطلاق كليب من انتاجك الخاص، وهلا رجعت للستار سيستم، خبرنا عن هيدي العودة. انا والستار سيستم صار لنا 15 سنة، في منهم سنتين يمكن هاول الفترة شوي ما كنا سوا. بتعرف خلص الكونترا، رجعنا تنفوت بالمرحلة الجديدة، صار في شوي هيك هالسنتين اللي انا قررت اني اكون لحالي فيهم، بس ما كنت لحالي لانه كنت بعطول بهالسنتين عم انا وامين عم نحكي عم نستشير بعض والى اخره، فلقينا ليش ما بنرجع، عشان نرجع نجمعها ما زال هيك راكبه يعني، وهيك صار. صعب كان الحضور لوحدك على الساحه كونه اكيد اكيد ما في شك، وخاصه لما تكون مسيرتك معود انه تكون مع حدا هالقد قوي، ومع مدير اعمال مع مكتب كان امين او ريكو او الشباب كله، فاكيد مش هينه. الغنيه الجديده رح تتصور كليب كمان ان شاء الله؟ اكيد لا، بعد مش عارف وحياتك. اليوم كنا عم نحكي بالمخرج، يعني اليوم في اكثر من اسم ان شاء الله. لا وقت يعني لا وقت تعرف مزبوط. ستارز اون بورد كانت مشاركتي كتير حلوة، وكنت سعيدة بهال الكروز اللي كله حياة. يعني أنا سبق وقلت إنه هالكروز ما مشارك فيه بس تنغني، مشارك فيه تنبسط عن جد، يعني بتحس حالك إنه عم بتزور أكتر من بلد، بتحس حالك إنه ريلاكس، منك ما في ستريس، وبتخيل انه الناس كمان نفس الشيء بيكونوا موجودين، نحن بنحس قد ايه بيكونوا مبسوطين. بقى بدي هني ليوسف حرب اللي كل مره عن جد بيشتغل لانه يكون الكروز كل مره احلى من مره، وبتمنى له التوفيق. في شي حفلات هلا بالصيف وين راح تكون موجوده؟ اكيد راح يكون في حفلات بالصيف، بس بعد يعني عندي لهلا في تركيا وفي دبي، وان شاء الله لوقتها. يعني اعمال جديده عم تحضريها؟ أغنية جديدة صورناها بكييف من بعد ما تغرب حبيبي، صورنا أغنية اسمها ما تعيشها كتير، أغنية لحنة تركي بس كتبها منير بعساف، وتوزيع ميشيل فاضل، والتصوير مع زياد خوري بكييف. إن شاء الله بتشوفوها قريبا إن شاء الله على العيد، وطبعا إنتاج شركة كابانا.
في حدا عم بعيش عليك هالايام؟ لا بس هو العنوان لفتني صراحة وقتها كتب حبيت لأنه حسيت أنه كتير بنقول نحنا خلص أنه ما تعيش كتير. Thank you حبيبي. مرسي لألك، مرسي لبصراحة، ومرسي لباتريسيا هاشم كتير. I love you. Thank you. بدي أقول أنه هيدي تقريبا ثالث تريب راح تكون لقلي معهم بستارز اون بورد. محمسة لأنه في البهامز اوريدي، انا مش رايحه على البهامز ولا امريكا، يعني ما توجهت بعد لهونيك ولا مره. فكتير احلى انك تكون محاط بناس تعرفها وتكون بجروب كبير، وخصوصي مع يوسف حرب يلي اكيد ما بيترك حدا وما بيهتم فيه. فان شاء الله خير من لوقتها. راح نتابعك برمضان باسود، خبرينا شوي صغيرة عن الدور. كارين هي الشخصية الجديدة عم بلعبها بمسلسل أسود، كتابة كلوديا مارشاليان وإخراج سمير حبشي، بطولتي مع باسم مغنية ورد الخال. كارين تحدي جديد لألي، مختلفة عن كل شيء قديته قبل، درامية بامتياز، بعيدة جدا عن الهضامة، عن الأشياء اللايت اللي أوريدي لعبتها. ورح تتعرفوا على شخصية كارين خلال المسلسل، رح تعيشوا مع كل المشاكل رح تواجهها، الصعوبات اللي رح تعترض طريقها، وهي بالنهاية ضحية لأمها، لصراع بين أمها وشخصية أسود يعني بالمسلسل. فإن شاء الله تحبوها يا رب. شو أكتر شيء عزبك بشخصية كارين؟ بتضلها تبكي يعني بدي يكون دايما مشرجة لحتى تكون in bad mood. وكتير صعبة الشخصية عن جد، عن جد كتير صعبة. بلش ينحكى شي بعد رمضان ولا لا؟ ينحكى بخصوص يعني في قصص كتير عم حضرها بصراحة، في قصص كتيرة، بس لأني ما صورت بعد فضل خليهم لإلي ليكون في شيء جدي، وليكون في يعني يكون في وقت، لأنه حسب تصويري بأسود قدي بقدر خلص أو لا بقدر كفي ببروجي تاني. صار عمر، يعني صار له فترة صرت سبع سنين، دونك سي عمر. لا بفكرة مهضومة وناجحة، وكل الفنانين من يعني من أهم فنانين العالم العربي بيشاركوا فيها، فبتمنى لهم التوفيق والنجاح والاستمرارية. شو عم نحضر هلأ إشي جديدة؟ الحقيقة ما خلصت، يعني عملت مسلسل، صورت مسلسل دولار نو لبعد رمضان مفروض، دونك خلصت مسلسل وهلأ مع مين؟ مع النجم اللبناني عادل كرم، إخراج الأستاذ سامر برقاوي، وإنتاج شركة صباح. إن شاء الله قادر شارك هالسنة معهم. بتعرف سارس أون بورد هو بترم صيفي، يعني ما بعرف إذا جوزي نادر لح يكون عنده وقت إنه نقضي هالكمية من الأيام وخارج البلد، لأنه بالصيف إن شاء الله يكونوا السواح كتير كتار بلبنان، وإلا أكيد لح نجرب قدر المستطاع إنه ناخد بريك ونكون موجودين معهم. رأيك بستارز أون بورد؟ فكرة كتير حلوة، خاصة انه بتقرب الفانز من النجوم يلي بحبون، وكل سنة عن سنة يوسف حرب عم يشتغل لحتى ينجح المشروع، مشروع حلو وناجح. حسب ما عرفت انا انه عم ينحكى بتكون عم بتقدمي دانسينج وذ ذا ستارز السنة على الام تي في، هل هيدي الخبرية مزبوطة؟ صراحة تقدم لي عرض Dancing with the Stars وأكيد بتشرف قدمه، لكن إدارة الـ MTV بعدها عم بتناقش هيدا الموضوع، ومثل ما هني بشوفوا مناسب أنا بوافق. أول شيء يعني رأيي أنا ما بعرف شو، بس أنه كتير شيء حلو، وبتمنى التوفيق للكل أكيد، وأكيد بشرفني أكون مشارك بستارز أون بورد، وبتمنى التوفيق للكل أكيد. من فترة شدنا صار في شوي سوء تفاهم أو لغط حول غنية أنت عملتها، خبرنا انحلت القصة؟ هو من زمان كتير، وينك يا زلمة؟ لا الحمد لله انحلت، وكان في سوء تفاهم ومش الحال الحمد لله. عندك شي هلأ عم تحضره شي جديد؟ إن شاء الله عم حضر لغنية جديدة مختلفة عن ندم، مختلفة عن في شي غلط، يعني عم نختار، نحن عم نشوف شو بدنا ننقي غنية، وإن شاء الله يا رب تكون وجه خير علينا يا رب.
حابب تصورها عم نشوف اخر فتره عم تتعامل مع المخرجه هيفا فقيه، احتمال كمان هي تكون عربة العمل بعد ما عرفت هاي التفاصيل لنختار الاغنيه ونثبت عليها ان شاء الله، نشوف اذا معقول نصورها ومع مين وكيف وليش وين. ما طلعت لها والله، بس حابب كثير اطلع عليها الصراحه، لانه هي عم تسقب بالوقت اللي انا عم كون عندي حفلتي بلبنان. هي عم تسقب بالشهر اللي انا عم كون نحن بنضرب من سنه لسنه، بس بمبدا كل اللي شو بخبرونا شيء كثير حلو. هلا مثل ما بنعرف موسم الصيف واسم الله عليك دائما عندك حفلات وبتكون على مستوى، خبرنا شو محضرين هلا للموسم الصيف. هلا اول حفله حتكون حفله كثير كبيره، هي على عيد الفطر، نصيف زيتون، ملحم زين، حازم الشريف، وعندنا فور سيزن كمان نصيف زيتون، واكيد في عندك بالصيف كذا حفله كتار، بس هلا اللي قريبه هلا هي على الفطر حتكون اقوى حفله بلبنان تقريبا. برايك هذا الموسم محافظ على ليفل مثل السنه الماضيه ولا بتحس شوي صغيره بالتاثيرات؟ يكون اقوى لانه هلا السعودي والامارات نوجد والعراق اجى بكميه اكبر من الاول، بفتكر حتكون هذه السنه كثير حلوه الا اذا ما صار في شيء خضنا امنيه يعني. حبيبي ثانك يو كثير.